احنا ما بدنا يصير له شيء. ما وصلنا لك لهون كرمال تأذيه. رح رد لك الجميل ويوفي بدينه. شو عم تتسلوا فيي انتو؟ انا اذا ما بحاسبه دفعه الثمن ما رح يهدى لي بال. انا يلي بقرر شو اعمل فيه وكيف حاسبه للكلب. استاذ حليم، نحن جينا لهون عارفين شو بدنا نعمل. اذا انت بدك تتخطانا وتعمل اللي براسك، النتيجه ما رح تكون منيحه، لا لمصلحتك ولا لمصلحتنا. خلينا نكون واضحين ونحكي على بساط احمد. اذا ما رح تنفذ اللي رح نتفق عليه وبالتفاصيل، يمكن ترجع تفوت على الحبس وتطول لتطلع. هذا اذا قدرت تطلع. يا اخي انتو مين؟ شو بدكم مني؟ جايين تاكلوا عنب ولا تاكلوا ناطور؟ نحن ما بدنا ناس من هالنوعية حولنا. ما تعطي الهم. الضربة رح تكون كتير قوية، أكثر مما أنت توقعتها. رح نحكيك ونخبرك شو رح تعمل وأي مدى.